تعالوا بقى نرجع كل حاجة زي ما كانت. طبعا ده بيبقى زي سامبل كده، يعني لو جينا نرن الابليكيشن، عشان نرن الابليكيشن خلينا ندخل على باكج دوت جيسون. دي طبعا الباكج دوت جيسون ده حاجة ليها علاقة بالنود، فانا يهمني ادخل على السكريبتس عشان اشوف انجولار بيرن الحاجات ازاي. فانا طبعا بستارت عن طريق ان جي سيرف، اقدر ارنه من هنا دايركت او افتح التيرمينال بتاعي واكتب ان جي سيرف او ام بي ام ران ستارت، الاثنين هيوصلوا لي نفس الحاجه. طبعا على ارض الواقع انا مش برن انجولار ابلكيشن بالكوماند ده، لان الكوماند ده طبعا معمول زي الديف سيرفر كده، وفي نفس الوقت ده لو هنشتغل بال يعني هنرندر في البراوزر دايركت او كده، لان طبعا ده بيسيف البيلد بتاعه في الميموري. احنا على ارض الواقع هنستارت الابليكيشن بتاعنا بطريقه مختلفه شويه زي ما هنشوف قدامه، لكن خلينا دلوقتي ايه بنتعامل بالديفولت سكريبت. هنا بيقول لي انه الابليكيشن بتاعنا لونشد على لوكال هوست 4200، فهنفتح ال 4200 بتاعنا. هنلاقي هنا عمل لنا دامي كود، يعني مجرد كده بريفيو عشان تجرب عليه وخلاص. فده الكود اللي هو الدامي، لو فتحنا طبعا هنوصل له ازاي. الصفحة الرئيسية بتاعتنا زي ما اتفقنا ان هي الاب كومبوننت، الاب كومبوننت ده بيشكل لي الصفحة كلها. هو هنا حاطط الكود كله زي ما احنا شايفين جوه الاب كومبوننت، ولكن احنا على ارض الواقع كناس بروفيشنال اكتر هنبتدي بقى نقسمه، ناخد مثلا شوية دول كده في كومبوننت، ناخد اللي هي الروابط الصديقة او وات ايفر، يعني هنسميه ايه في كومبوننت تاني لوحده. فعشان نبتدي على نضيف احنا هنمسح طبعا الدامي كود ده، ما يشغلناش في حاجة، ولكن هنسيب حاجة مهمة هي الراوتر اوتلت. فهنخلي ده نمسح الباقي ونخلي الراوتر اوتليت. ايه بقى حكايه الراوتر اوتليت؟ احنا اتفقنا ان الكود الكومبلنت او الابلكيشن بتاعنا اس بي اي او سنجل بيج ابلكيشن، معناها ان كل مره انا هنافيجيت لصفحه تانية انا ما بعملش حاجه غير اني بروح اجيب الداتا وانجكتها في مكان ما جوه الصفحه. طب هعرف المكان ده ازاي؟ عن طريق بقى الراوتر اوتليتس دي. فالراوتر اوتليت بيديفاين المكان اللي الراوت الجديد هينجكت الداتا بتاعته فيه. نرجع تاني للصفحه، طبعا هتلاقي الصفحه بتاعتنا بقت فاضيه عشان احنا شلنا الدامي كود، ولكن خلينا نقول مثلا لو انا حطيت كود هنا، مثلا هنقول ان انا عملت هنا كومبوننت تول بار. انا طبعا هنا بهارد كود التول بتاع الكود بتاعنا ده غلط طبعا، ولكن احنا لسه ما عملناش اي حاجه، فانا مضطر زي ما احنا شايفين كده ان انا عملت تو كومبوننتس، واحد اسمه تول بار وواحد اسمه فوتر. الحاجات دي بتبقى ثابته طول الصفحه. خلينا كده ندي بصه هنلاقي ان انا عندي، خلينا نحطهم كده تحت بعض افضل، يعني نعمل بي ار. لو تلاحظ ان انا من غير ما ريفرش انجولار بيستخدم حاجه اسمها هوت ريلود، يعني لما بعدل اي حاجه هنا بفتح الصفحه بلاقيها ايه اوتوماتيك اتعدلت هنا، ما بحتاجش ارجع اعمل ستارت او سيرف للابلكيشن من تاني. المهم ان انا عندي هنا زي ما احنا شايفين فوق في تول بار، وبعد كده الراوتر اوتلت، وبعد كده الفوتر. الراوتر اوتلت ما فيهوش حاجه لان انا لسه ما رحتش لاي كومبلت او ما رحتش لاي راوت. فراوتر اوتلت ده فايدته ان انا لما بروح لصفحه، تخيل مثلا ان انا هروح للصفحه بتاعت البوستس، يعني تخيل ان في هنا مثلا مجموعه بوست ظاهره، فانا عايز اروح للديتيلز بتاعت بوست بعينه، فهدوس كده هيوديني، او مش هيوديني بقى فعليا، لا هيروح يجيب الداتا بتاعت البوست اللي انا عايزه ويحطه فين بقى، يحطه هنا في النص. يبقى التول بار ده هيفضل ثابت طول الابليكيشن، تمام. وبعد كده الاوتبوت بتاع الراوتر بتاعي اللي هو البوست، وبعد كده في الاخر خالص هيبقى الفوتر بتاعنا. فدي الاستراتيجي اللي احنا هنمشي فيها. طبعا احنا لسه ما عملناش اي حاجه، فمش هيبقى عندنا غير البليس هولدر بتاع الراوتر اوتليت. الراوتر اوتليت باختصار هو عباره عن بليس هولدر بحدد فيه المكان اللي الكومبوننت هيظهر فيه. تعالوا بالراحه تاني، لو انا رحت الراوت معين، الراوت ده بيلود كومبوننت معينه، كل راوت بيلود كومبوننت معينه. الكومبوننت ما هو الا فيو. طب الفيو ده بيظهر فين؟ باختصار بيظهر في المكان اللي انا محدده بالراوتر اوتليت. يبقى الراوتر اوتليت ده عباره عن بليس هولدر او كونتينر فاضي، بروح احط فيه الفيو او الاوتبوت بتاع الكومبوننت بتاعي المقابل للراوتر اللي اليوزر واقف عليه دلوقتي. طبعا ممكن ما نكونش فهمنا 100%، ولكن الصوره ابتدت توضح اكتر.